وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك ومن الذي من نعمائه قد غزاك ومن الذي من القروب قد نجاك ومن الذي شق العيون فأبصرك ومن الذي بالعقل قد حلاك أإله مع الله تعالى الله عما يشركون سبحان من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا يحل النهار إلا بذكرك ولا يحل الليل إلا بمناجاتك ولا تحل الدنيا إلا برضا ولا تحل الجنة إلا بشفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الله أكرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمة بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأصفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة أخرى تلتقي موجاتنا العاملة مع موجات السماوات العلى وعلى شاشة المليك المقتدر سوف نقرأ ونرى بأمر من يقول للشيء كن فيكون نعيش مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة ما أجمل أن يكون القرآن الكريم يخرج من الشفاة التي تعلمت في بيت القرآن الكريم لأن قارئنا اليوم نشأ في بيت امتلأ أركانه بنور القرآن الكريم فهي جامعة تخرج فيها المدرسة الأولى مولانا الشيخ أنور والمدرسة الثانية مولانا الشيخ محمود فأسأل الله العلي القدير لأنه سليل البيت القرآني وسليل المدرسة الأنوارية في فن تجويد القرآن الكريم سنغوص مع القارئ الكريم في بحر القرآن الكريم لنجمع من اللآلئ والأصداف هيا بنا إخوة العباد والإسلام نعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عم الحج سعيد عميد عائلات الغنام فأقول لعم الحج السعيد
وللأستاذ عبد الرحمن وللأستاذ علي والحاج عبد الله والعائلة الكريمة أننا هنا لكي نشارككم في ليلة تكريم الكريم الراحل تصاحبنا أحدث تقنية في عالم الصوتيات وعميد الصوتيات لمحافظة الشرقية الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس ومن داخل ساحة القرآن الكريم التي تجملت وتكملت تحت قيادة الحاج محمد لطفي والحاج محمد مختار. هيا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع تلاوة قرآنية وفضيلة القارئ الشيخ محمود الشحاح محمد أنور فليتفضل. من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم آمين
محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا تخافون
هو الذي وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد محمد رسول الله. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء. هو الذي أرسل رسوله
وكفى بالله شهيدا. هو محمد رسول الله. محمد محمد رسول الله. محمد رسول محمد رسول الله. محمد رسول الله.
والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقبل واتقوا الله
بسم الله Yeah. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين دخلوا
لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما واعلم أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله
واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمه فضلا من الله فضلا من الله فضلا من الله فضلا من الله
صدق الله صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام اهتزت القلوب والأفئدة ولانت الجلود ودمعت العيون من آيات الوحي للديان. عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية. القارئ الكريم عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. فعشتم لأننا كنا في روضة من رياض جنات رب العالمين. عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم الذي تربى في بيت القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحاب محمد أنور في هذه الآيات البينات التي تليت على أسماع حضراتكم ونقلت لكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لصاحبها الأستاذ مؤمن أنيس الفكهاني المقيم بالنخاس. ونقلت لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى لؤلؤة الصرادقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت قيادة الحاج محمد لطفي والحاج محمد مختار. وتلالى المكان بأنوار الحاج أحمد مختار المقيم بنوب طريف مركز السن اللوين بمحافظة الدقهلية. وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم أولاد النمل. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل أم الحاج السعيد رحمة الله عليه. فعائلات الغنام يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء، كما أنني أتقدم باسمكم إلى أسرة الكريم الراحل وإلى الأستاذ عبد الرحمن والحاج عبد الله والأستاذ علي والعائلة الكريمة. وخالص العزاء أيضا باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني مولانا الشيخ محمد رجب الذي يتقدم بخالص العزاء إلى الحاج غانم وإلى عائلات الغنام جميعا. كما أنني أتقدم باسم أهالي مركز الإبراهيمية الذين جاءوا لكي يقدموا أيضا واجب العزاء، وأيضا الأستاذ إبراهيم خياض وكل من حضر من السادة العلماء الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء. أخي المستمع الكريم، واعلموا أن فيكم رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه.